بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه
والجان
أبواب لكل
إلا امرأة
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وإن الساعة
فسبح بحمد